صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 36 لسنة 2020 بإعادة تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء جاء فيه الماده الاولى يعاد تنظيم الامانه العامه لمجلس الوزراء وذلك على النحو الاتي الامين العام لمجلس الوزراء بدرجه وكيل وزاره وتتبعه اداره الموارد البشريه والماليه اداره الاعداد والمتابعه اداره شؤون اللجان اداره نظم المعلومات والوثائق